أمام المدارس تقف الخدمات الأمنية يقظة ومتأهبة لتأمين الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد، ومع وجودها يشعر أولياء الأمور والطلاب بالطمأنينة والأمان. حسنا إن فعلاً أولادنا في مكان أمين، وهم محافظين على أولادنا أكثر مننا إحنا كمان. وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية شاملة تستهدف تأمين كافة المدارس على مستوى الجمهورية والطرق المؤدية إليها، مع توجه الطلبة إلى مدارسهم من خلال تكثيف الدوريات الأمنية والخدمات المرورية ووضع ارتكازات أمام المدارس لتهيئة المناخ الآمن لسير العملية التعليمية. في تنظيم، حتى كنا بنلاقي زحمة بالعربيات قدام المدرسة، دلوقتي لا، أنا ما شفتش أي زحمة. ومع بداية الدراسة لم تترك وزارة الداخلية أبناء الشهداء يذهبون بمفردهم إلى مدارسهم، ولكن حرصت على اصطحابهم من خلال مأموريات توجهت إلى منازلهم ورافقتهم إلى المدارس المقيدين بها بالمحافظات المختلفة. وهو تقليد سنوي تحرص عليه الوزارة تخليداً وتقديراً لتضحيات آبائهم الذين وهبوا أرواحهم في سبيل استقرار الوطن وأمنه. النهاردة صحيت عشان اروح المدرسه اول يوم ليا، واصحاب بابا جم خدوني ودوني المدرسه. وقد استقبل ابناء الشهداء بحفاوه في مدارسهم تعكس سيره ابائهم العاطره والخالده في سجل الاوطان، والتي ستظل وساما على صدور جميع رجال الشرطه يقتدون بها في التضحيه والفداء، كما ان اسرهم محل رعايه واهتمام من جميع المصريين الذين يقدرون التضحيات من اجل الوطن. عمرو هيفضل بطل في عينينا كلنا، وهيفضل بطل في عينين بناته، وهو شرف للبلد وشرف لبناته وشرف لينا كلنا طبعا. انا بشكر وزارة الداخلية على اهتمامها، وان هي جت للولاد لحد البيت واخدتهم وراحت بيهم المدرسة وكرموهم قدام زمايلهم وطلعوا بيهم الفصول، وهم انبسطوا جدا، ما حسوش ان هم اول يوم جايين لوحديهم، لا معاهم زمايلهم، زمايل باباهم. لم يمر بداية العام الدراسي دون أن تضع وزارة الداخلية لمستها الإنسانية السنوية، وهي سداد المصروفات المدرسية لغير القادرين في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، من منطلق الدور الإنساني والاجتماعي للوزارة الذي يهدف إلى تقديم الدعم والمساندة للأسر المصرية. كلنا واحد تحت رعاية السيد الرئيس، ودي حاجة بسيطة بمناسبة بداية العام الدراسي للطلبة الغير قادرين. شاكرين لحضرتك وشاكرين للسيد الرئيس. مأموريات توجهت إلى المدارس المختلفة ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات التي أعدت حصرا بأسماء المستحقين. المأموريات قامت بتسليم القائمين على العملية التعليمية المبالغ المالية المخصصة لسداد المصروفات، وهو ما قابله مسؤول التعليم بالمحافظات بترحاب، مثمنين غاليا ما تقوم به وزارة الداخلية من دور إنساني يهدف للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور مع بداية العام الدراسي الجديد. كما نشاهد أمام إحدى المدارس تقوم وزارة الداخلية بإجراءات تأمينية على أعلى مستوى مع بداية عام دراسي جديد لتأمين المدارس على مستوى الجمهورية، لبث الطمأنينة في نفوس أولياء الأمور والطلاب، إضافة إلى ما تبذله وزارة الداخلية من جهود على المستوى الإنساني من أجل رفع الأعباء عن كاهل المواطنين. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.